الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، هذا هو تاريخ الكعي كود بشا مهمات وكود بشا أكتوبر قبل كنت سدحي لواتك قبيلا لهي تمنك ربيع الأول كن يأخر بقول أخر تني الشم معلين حرا وحن مرلغات بالله بينا كتاب رياض الصالحين كتاب كان هل كان بمقدم لنا قد ما يمني سلا لها قداش بعد أبليل ستح كتاب بقول بعد ديري كتبت بعد الصلاة به جرتي كانوا كوة الترغيب والترهيب وستح من دلدورة هي سنن الترمذي حيث ما لنسى هذا كذي لكن مرة دي الله بعضي إن ضدكو أي كتاب كرعران وفكو إنه تعليق بيه وحنا وكلا صبحه أي ما عم دور بدنا إن كتاب كان مكة ونون مغلو مقرر كأم قلدهم ونهانتي الله كتاب دوك كان نوع عيما كتاب نواكا ككلم الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي وإسناء أهمية دي سرنتي له كتاب قد أرخي سأل دو بيري هاي وحنا لو نقبع عني هددال وأفر ربع كتاب سأل دو بتين وتكون عادة وحيكا بكتان إن ما المها الله رأي لصوع عميرو كدبنا نيلو دنتي سؤال رعضاء وشيخي كتاب كي دربي لي سو سعران لكن الله الحمد كتبتي بحضة ودنبا ضد كلام ملك كفائري وحن رجينا إن شاء الله يدي بقول الله رمضان تقوي كلا ضمنا رأيت في من ذلك والله ببعت رمانت إله البركاية وأن وأنا علمي وحا وفضل البدن إلى دون إستاجن ومعركة علمي لشرية جارعا مكي تاجن القرآن والسنة هذا كتاب كان إنت اللي رياض الصالحين كتاب آد عام يا قرأ حا قرأ مؤلف كله يقال محي الدين أبو زكريا ابن شرف والله يابا النووي نادو التقاند لكن ما يجيس رسمي لواكد وحال لغو مقعابا أما أوليه لقب شيخ الإسلام وأستاذ المتأخرين شيخ الإسلام ما تايت الله بحيو وقفك السنة أنوع تمين أسكهره وقفت درجة معينة وقفتها لشريعة بل به جري حالة الماما إن إلهي سبحانه وتعالى وهذا المؤلف هذا الشيء سنة مقوها ليه بقل يسد من كودي جريني وعونا بنت ليه بقل يو تدواتا إليه إنسو نورا يأي شيء كلا ليه بقل يسد من كوها دوض الشيء ليه بقل يتدواتا إليه نورا بنتي ونورا أفرتني سنة ونولا سنة أفرتك سنة ونولا هوش أوقبتي وحققتي ويري ولي من القوسة هذا دان القوسة من حابو زكريا اللي يري إذا نبوده صماع الماء هذا الشيء وسنس بيني سيد حاجة كون يلا هي الولد إذا صماع وعندي عربت أبو هبل والأسكار في حكراء وضم إعمال عنه تفاعل يا ريتاي الإمام النووي لكن مقوسا وحولانا نكمتين طبعا وحوك هذا الشيء نبغى مع نوى وعلك النووي المقشان واسده وكم إذا ما لها حوالي ما ركتي يكون مع عمان حوران للصول يكتب برأس السنة قلك سؤال بي بكنا قلك سمك أكبر بارك كنت يحالة النامة قومت وقاني انك التنوانين جيه بجاه تاريخ يسأل بالبعثاي لكن حالة ماما انو دمشق ويمد يسأل المرابسة حقا يروحي المدقين نوحو اها كل نوع ممكني خبزي غير روتي قال غسي كميستاس ومدرسة يكون نوعا قفر بنقي برضو كل حبدي كتاب التنبيه بأركم أظلم العام المهذب الأبتين كتاب كاس وانت سوى مجلدات احنا افر دلال بحبدي
دوشان كيف قيب لنا عانتي المدينة النورة مركو آذانا بلي برد وسوف دي راعي أبيه وهلك مركا وراعي على ما مركا مركو كور رمي ماني لبي تبن درسي بكري لبي تبن درسي لبي تبن درسي ويسوه جرا كتاب وشرح مدو تصيحي كما أردت درسي لحيرة في الوسيط وحكاء قليل دي مهدف كأهالي الجنب بين الصحيحين درسي صحيح مسلم درسي كتاب اللامع الجن والهاي درسي أصول الفقه درسي إصلاح المنطق درسي التصريف درسي إسماء الرجال درس أصول الدين يعني من وعساء مش قد طلب يعني كتابك كتبت القرية يلا يطلنت هاي أيا لكن كتابك كان كتاب لمدة أنت كتب دكتور أركيين كتاب الله بركة على معك نبى بري حساب يروحين الله جعلنا هاي الوين وقعدوا والإمام النووي أقيم كتاب كان وقري يحكد عيست أنا ذكر الله قرآن قرآن الله بدينهم لكن سيدا كتاب لك اللي ودني وإلهي وبركي وملكس وقاري وملها إلهي كبت بادي أخلاقيات وصحي الله ما هي كتاب كان ميدا وانا رنتي كتاب عجائب تسالة وانا كد ذلك الإمام النووي فنوال بادوسو هجاري ساعة كلية محدث معها وكتاب كصحيح مسلم من تعالي وانيك شرحي وخلا بيك ديجي وتفكيك كسمية الفاديسة وانيك سيدة سميو الإمام النووي وكد جرا مركلة المامي الدرجات الشافعية بدك أسري وكد جرا أحد المترجمين له وقاسي درجات أسري فقه شافعنا هذا فقه وقوف يعني هذا فقه شافعي ورجع العنش اللي قدم بيه وما كان دراسين ما غفي دونتا ترجيحات الإمام النووي أقوى شيء دور كي يجري دونا رناتي نكا تاريخ سؤال بهنتي وداري لكن محرر رأي مكلي أنا تلمام أنت أقول نمسك نمحا آد وريعة وحلال ميرا لا وراشين كي أنت ويا رونا والدنيا لسكا إلالية إس أوروريا وانا صوت إلهي كلمة دي سوبرك كلمة دال وحي بركوه بيسا حبا انت قد حلاشك وعمتت كلمة دقوفك وحي بركبه النقطة مركي حرام قوصة رومته ولذلك عمر يسوس دمحوها حسب أنا أمر بن عروف والنهي عن المنكر جانب العلمي بوضع صلاح إصلاح وحي كالوضع إصلاح بوضع أزودي وكجرة مال آمر انتي قد المرها إلهي سبحانه وتعالى بركي عمر يعير لكن هو كتلي تراثك آدي هذا القيمة الضلام كنت الإمام النووي ولذلك قف عن ما أنت أقول الإمام النووي وما أردتي وإسكيب حتى هدي منه كرتاء إنه قد حتى حريالا إنه مرع مشيك الأولى واقع والعين مربع نسكو الدين هنا نطب إلى برت من السنك هنا برتب كتاب القانون بصوك التالي فمن كوحا مصري وإلهي مفور كتابك ما كان بيعي أو سوق إسكيب ما كان سيئه النور يفرق سوى دع علامها أها وفهم بنا هذا علوم تعاد العلم إلهي كفري علم إلهي وكاحري الإمام السيوط على كيستان وما من فن وحكى قري يعني فن وضحوك قري الإمام السيوطي وأنك يري وإني وإن كنت الأخير زمانا آت بما لم يأت به الأوائل تذكى عمود ضمبايا برقبي يطبنا الضع النوال عليها لكن تذكى روحي سنقلم بانقريا منك يري وحكى استحكى قري هذا إلهي وكوكوات في حسابته علم الفرائض هذا كما فرن بمعنى مركة هدي علم كاحرين معنى ما تأنا أنا استوب التحي أم الجاهل التحي ما معناه يعني ككل أو ما رأيتي يسر ماذا ميسر لما خلق له قبل بحبا إلهي كفر قبل دين تاسو سهلا تحي وحكم مركة كاو وحكم كيد كاو مركة وحي إلهي أريد كفر وحكران ما في إله سبحانه وتعالى يرب جل وعلا إن استخدمه في دين ويستعمله شقد أوف يعني هي إله سبحانه وتعالى سي وما أنت دين ما من نبي أختار الله قلناها كتاب كان هي مسائسي ونقر فقه شافعينا وينهي ملغيها ما في إله سبحانه وتعالى هو باكا حرا وباكا باكا كفرا ورقول ذلك أراها له هالكل يجي نلف بيهين دك نمبا إن أي مجال كل هذي كلام أي أساس أحسن تربية أنه ما بحوى يا قفك أبي سكول كفشلنا إنه الدمين حلينا نفرض ماذا قاعد تكون في عين هلا جي ونقوم كرا فريما نقوم كرا كابنت نقوم كرا فوند نقوم كرا واحد كلام نقوم كرا هو شهلا جي لكن واحد دمينه اللي هي مجرى هؤلاء الدمين حول ده مجرى
وقالتين سوما حبل وادمين وحاجة حاجة بعما لكن أنا قال وصلت على ما إلى يوم وضفوا قال يا مرك أنا من أيام تمام من التاريخ يسا كنتي وحود أنت سنة كذا من تمام إني أها اللي حب قال إيوه صدوات اللي حيود أنت رحمة الله عليه رحمة واسعة سيدا أباك دونطان يكون نبيه دون آخر خفك استوى أبرس كتاب هي الهيسة الدعية والدتي دعا لأسو مرتب كنتي أيو رنتي نغم تيسا شيخ الله ونحريسو ونمركو دماني يوم حاي مرو صوبة بيت المقدس كدو ديبو صلاة قريني وكل شيء ونواهي ألقا سوق حموصري كدو من وقو دنتي بلشنا بره بجرى جباي حاي بره جباي حاي قبرقي سنة باشا سوق رنتي كيالا الله ونحريسو كنت ترجمه سعد بيو بيلا لكن انت سنة بكاو سنين هذا الكتاب تقول مقدمة مقدمة هذا إني هو إسكا عبكتها اللغة هم وفق مكا عليه وحبطها هم وبح سنين انت هو بطرس كي سنة سنة من هاتي أمي أنا راعي دون وامحي حديث كما دام الكتاب كدري هاي عن اسكو دينا إنا نشرح أقابل ما إلا حديث كان سدع النص وحبوب بها ينشرحها حديث كان سدع النص وحبوب بها يفتيمن وحبوب مبدئ وكجر الكرة أما حديث كلام ما كنا جابن مركم كوئد إنه أمه كان كرئني لبر الحديث إسبقين يا مكر مسكح لي نجابن إن مركم علوم ذي كثير أهلين إن أنا مشد وحكروا لي شيء لا نصطبع عن هيستو وشريك أوساري بن عثيم رحمة الله عليه نصطبع ضد ولا يدعي وحنا مقابلة لا مقابلة المسخري شاب ناس الدين الباني هي شعيب الأرناؤوط شعيب الأرض معركة الأرناؤوط أو لبدو بداس الوضع المحقق ومانتا طبعا رونتي أدوة وينا تحقيق وراح الله لها دكتور محمد تامر نوع الله لهاي مركا ساهم دكو برا ردين كتابك روس بويال على صوقات إن شاء الله سي كلمة دي مثلا ما دكتور دافو كلام كو عدام الوصف كحريق سي أدو ده لما كلمة دي حالة محاية هاي كتاب إلا الرعلام هو طبقا مولا كتاب كوربا ماضي وما كلا باسا كو برا ردين وعلى هاي مقدمة الإمام النووي مقدمة إسعي أسكي أربعة إسعي عليه وعلى الحمد لله الحمد مع لله إله بأسكي الواحد اللي كده القهار المقول انت بضنا العزيز الغالب كأعراءت كان الغفار إذن ملافك بضنا الله سمعت إسكي إله سبحانه وتعالى وهو الذي والله هو القاهر فوق عباده اللهم بوليها في سورة الأنعام كله إلهي والله كأتكار وقهريا وغالب لجمع أتكار مكور الليل على النهار والله هرينك مالك كدو دوضة تذكرة حصوص لأولي القلوب ضدك قلوب تله والأبصار أرجض له ويقوم مكان در جل تضع إيو تفسيرة إيو تصنع لذوي الألباب والاعتبار ضدك در جل تضع عقوش اعتبار كما له لبقوا ولبت قفك وحوكك حتوك اعتباركم قفك وعنمو بحي وحك ربحه الذي معبود كبا ما هذا إسكاله أي قضاء برابجي من خلقه خلقه حق زحار وكأهار من برابجي من كاسو استطاه ودورتي فزهدهم من دول مكا ودورتي من دول برابجي دول كاسو استطاه إلا مكا مفرد وكدي كرتا وحانا وقص بينا دول دهنو جمع كذلك وكاين فزهدهم إلهي قال الله وحاوكو جودسي في هذه الدار داتة فزهدهم وامحك وقف إنه فرحك الناصمته الدنيا لنا فرحك البحر زهدت في الشيء أي تركته وانكتقون وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار إسلام كان كهولي إني إلهي ما أركت إلى لين حدودي س إيو أفكار تاسنا إني محي إني دائما الأفكار أفكار تنحل يوضع التفكر كي يوحي لحرم وملازمة الاتعاض والابتكار إني لازمان إني وانتوبان أو مركع وحصوصتان وفقهم الله وفجي للدؤوب إني دائما في طاعته طاعنسة إي والتأهب إني ديار قروبان لدار القرار دارتي لغو سبناني إي والحذري إني دقو مما كي مركع إني كدكتونا دان
يسخطه إلهي على الجنينية ويوجب مكة كينية دار البوار دارت هلاكة. مكة أنت مكة المحافظة على ذلك يتعني إلى اليوم والمحافظة على ذلك إن إلهي قال له مكة هذا كهل كاسو سؤال مكة فزهدهم في هذه الدار وشغلهم كد نوحك ووفقه كد نوحك وحيه والحق انت صلى سعضان يقول محافظ على ذلك انت إلا إلى اليوم مع تغير الأحوال والأطوار يضع أحواشه إيو وقت يضع إزبدالي هاي روح على غير وقفك حل أرد ملكو كوي ماضو ويجي كل مقطن المسجد يصفكو يدعال ودائما ولا ما كيك لك على النمبرات اسكو آلان المسجد هي ماشي خير في الوهر أنا وحكي أحمده وأن أمه النقيا أبلغ حمد معطى الوحى الدار وأزكاه هلك أسكا الشقلة هو رأى ذاك الدكتور طبعا هذا وقدمتها وقطعه سنان طبعا وأشمله وقوكو لنصب طبعا وقوكو لنصب طبعا وأنماه وقنا بركة طبعا يعني حمد يا إلهي يقول لي حمد هدو جرم كان وقوص الرأي وقوك بوحى وقوك ما يستغل وأشهد أن لا إله إلا الله وحن كلا المسلم الله كلا الجرين إله المبين البر الله سبحانه وتعالى وبارنا فلا الدومليس أو معركته وراح نحريسة يسي الكريم الدقسية الرؤوف الرحيم ترست بلا نحريسة بلا وأشهد أن محمدا وحن كلا قلنا محمدنا عبده أبدون كيس إنا ورسول أمي يمده صادر صديق وحبيبه كي وجعله وخليله وليه كدكتي الهادي أدفه التوسينية إلى صراط مستقيم ودت وصل والداعي ده كان هو يريدك إلى دين 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 تشاقوي من توصل صلاة الله وسلامه عليه إله حديث إيسا إله سبحانه وتعالى صلوات إيسا إن بتقول إيسا الله الضل يلي وعلى سائر النبيين أنبيض ضنبا وآل كل وسائر الصالحين أمان أهل ذوذا أما بعد إن تصنع الحمد لله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جن إنس وما أبو إن يعني يعبدان مويانا ما أريد منه كما الروا كما الدون الرزق رزقي أي ما أريد منه رزقا وما أريد أن يطعمون إن يعني يقولون كما الروا إلهي سورة الداريات آيات سورة نمبر كاس وهذا أرك كان آيات وحي حنبار صنته تصريح عبدين بأن أنهم خلائق خلقوا إلا أبور العبادة إليه عبدا بالله فحق عليهم وحواجب كل نقضي الاعتناء إن الدريالان بما خلقوا له وحي لا أبوري إن الدريالان والإعراض فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا إيه والإعراض أي فحق عليهم الإعراض ضد إلا إن كجسان عن حدود الدنيا الدنيا بربر كيرا بالزهالتي كي يجيسان إنك الزهديان مرحب بيبا شقال الله أبو شقال الله أبو شقال الله أبو إلهي عبد بالمين مركا عبادة أصفر قهين بيقوبة هانتا وحلو عبادة كاوي عنكرا الدنيا بربر كيرا يقرح ليدا قف يوم كلا فإنها محايا الدنيا فإنها الدنيا دار نفاني دار نمانيس لا محل إخلاق مال له بارما ومركب عبور ومال له مركب حلوق الدو يعني مال له بيو لا منزل حبور مال له فحما وما شرع في صام وعمل يود كالجؤيس ما أردت مول كالجؤيول أرار جؤيول لا موطن الدوام معها مال له دائما معها إلا الدجمع الدنيا وصص يعني وام حي نفاد بعض الشيء إنه بمانس عبور بعض الشيء إن أيتها على كروس جرانية ولقد بنا إذا إذا حضور فحضهم بعض الشيء إن انفصال لا انفصال جؤد ما كان جؤيان كلا جؤيان جريان أو كلو إن إذا الدوام لهم بعض الشيء الدين وصلاس فلهذا أرك درتيس كان الأيقاظ قوة براروسا من أهلها أي من أهل الدنيا حق الحالة كأهادان هم العباد وال الدوام هذا إله كوا عبده كوا سا في جن كوا براروسا في جن وكوا
وأعقل الناس فيهم ذلك كوا جراك بلن أما أقو عقل بلن هم الزهاد وكوا الدنيا لك بوصل مركا يا في جيجان وعرن كهذا عن خطرتي سايا تمامي إني يا أهدي سايا إلالية وأضوما إلالية يا جراد كوا ذبوحا أو لما يسترني هنا والزهادي قال الله تعالى إله محبوب إليه إله ونوسي في الدين إنما مثل الحياة الدنيا رشا الدنيا لو تساله الأمرك الله دبيو أما الله تلمام كما إن بيو لم يديه بيها سوى أنزلناها وأن كسو الدجين من السماء إركا أن كسو الدجين فاختلط وسكو دخنو وسكو دهمي وسكو ده السماء به بسبب الماء المنزل من السماء بيها سوى كسو الدجين سببتي نبات الأرض لولك كسو البحر ومما كي حقيقة أهل يأكل الناس ودك إبنية نوال أنعام حوالها إبنية واسدا سوكا لول مركا لول مركا الرب يكدوه وأكدوك النقضاء إسكات الصأة وغرها إليه سبحانه وتعالى وصير حتى إذا أخذت الأرض مركا أرضي أي قادة الزخرفها بالبركير يقرح ليلة والزينات أي إسقر حصو وظن أهلها ذلك دقنا حمدت إلى هانا أي مولان أنهم يقادرون عليه على حصادها أيديك وهذا قرآن كرنا بيرتي بحدا أتاها وحاوي من أمرنا بأوي من أمر حق أمر كان أوي من جائفة كسر حبستي ليلا هرين أو نهارا موالا فجعلناها وحانوكي أن مركا حصيدا مثل الشفي كان جريم بالأمس شرق كذلك سلسل مثل كأعد لنا نفصل الآيات آيانا أعد بين لقوم من ضغي يتفكرون يقولون أمسك أشقي سيني وحين يسا وأسكو ديب يسا فرها يوم مكا أكب حيسا تيبا ما شنوات كيشالي أبوصانا ما تبيا أهل كيشالي كاد دي ما بلاها أصحابتي ما لها قولي ما لها مركا وحراك يسا أظن مال الله تاقب مركا يضر مواسداس الدين أنا مواسداس وقال ولا لولي تبدون ما هداني إخلال لها ما هداني حبور لها ما حبور لها ما هداني دوام لها ومحامك الله يسود الكتاب لك وفي والآيات في هذا المعنى كثير آيات باقا مصورة آيات بأبنين وذلك وذلك بأبنى الشيخة أركز كتب تمرك الله قرآن حافظ أركز تحضر تكبر إستغى آيات حديث ونافع آيات حديث ليش يمكن كلها كذي إنه عتبك آيات في حديثة عتب كودا أما عنوانك أي وطان أي وحا حالمر أي سوود هزقلهم بقسيني أسباب وكذا بقليدون آيات حديث وكذا قاقيا وأحكي من قريب أبواتنا إلا كتاب كده وكذا ما وانتهى صوت كل حديثنا لقد أحسن القائم ولقد أحسن القائم كنت وناجي منك قبيارة يعني قبل وحول كنت حميد سلام رمونا وأليك سلام مركة الله أدنك رجاء هذا أعيد إن لله إلهي وإليه عبادا الضوماء إليه الضوماء صفوطنا ودقبرا إن عبادا فطنا إلى دجلة وصاص طلقوا الدنيا الدنيا لفران الكاسيس كبير وطل وخافوا الفتنة فتنتين وإكتبق طلاق مرحب الله مرحب الله مرحب الله الإسلام طبعا فريد معنى رمح بسته به سنة قتل بابك بحصان فرين يورو كهذا المعنى كاسوب وبوري وسوب وانيت وتسوق لياه يال كبير راجين يا كواي ماش كعشان يال مصوع سوى شيخ أو عاو شيخي مين كان كلا تجين بوي مكعشان كلا كله ومحاو هرب مش خصوصا مقطان فرق يروح كهرب فرق كده بتاع يعني معنى طلقوا الدنيا الدنيا ذا فري دب أن وصل مقطان وخافوا الفتنة في دنا ذا كبر نظروا ويكر جل فيها الدنيا دي فلما علم المركب الأولادين أنها الدنيا دي ليست إنانا أهانا وطنا مد مال الدجو اللي حي مد نال مال الدجو إن يسمعين مركي أقعدين جعلوا حيكد ينهاء الدنيا لجة مال مال بي مال مبط واتخذوا مكاس الحكاية شان صالح الأعمال عماشة تيدا ونكسن فيها مدلة مجبود بالسفنة معنا وحبا الدنيا رحل سفنة مكاس الدنيا مكاس الدنيا و expression كنت دقيقة استعارات بلاغيات وحكد لك الشيخة أما وقبيان وحكد لك الدين وحكد لك بط هركي وصاو دبانا بط مورنا
طبعا حتى يقول بس وين الدنيا هي سكاسوما نروح الى الدنيا واحد لم يتعب بابا سيدا سوكرا مول كان لما تيم باراله هيرك هذا بانا يا له قف مرك وينو قدبو مرك هو قدبي كرا عمل صالح بدون كبير يا بني مرك واحد كبير انا كيف قدبي كرنا الدنيا انا جبت الا لو عمل صالح قف مرك عمل كان صالح وواحد حديث كرا بطن ونوعها بدون عمل كان صالح ايا لو قدبي كرا dadkii saalixinta ahaa ee ilaahay dhubta iyo garashada uu siiyay aqliga garaadkan isugu daray waxay halaaleen in maasha uu sidaa tahay waxay ilaahay duu saa ku wasfiyay oo nabiga uu noo tilmaamay oo cid walba ay tilmaantay qof walbana uu arkay maanta addunyada lee nabaga sheekeen mayso ma qof walba isaga arkay addunyada sidaa ah dadkii saalixinta ah imankaa waxay sameeyeen halka ina lilaahi ilaahay wuxuu leeyahy cibaadan adoomu le adoomada khutana مكا دوك بانان طلقوا الدنيا الدنيا دي بي فورين وخافوا الفتنة فتنتي بي كبقا مرنالي بي كبقا نظروا فيها الدنيا دي بي ساعة وآجانوا وأي أكور قلان فلما علموا قرتي أولادين أنها الدنيا دي ليس بإني سنهين لحي من الوطن ما ردقوا جعلوها وحي بكبقا لجبجة لجة إني تايمور واتخذوا وحي كياشا صالح الأعمال عماشا وناكسا فيها إذا رحل سفن دومي كياشا يعني سفينة سفن ودمع فإذا كان حالها حضرة الدنيا حال كذا ما وصفته وحي عن صوت المانة الدنيا وحالنا أنك حال كان وما خلقنا له يوحي كي ما أبونا ما قدمت وحي عن سوه المريء الأوية هذه حالة إسلاطة فحق على المكلف أما فحق على المكلف أما فحق عليه على المكلف ومكلف ده قفك مكلف كا وحاصر فحق المحاء والضوء على المكلف الضوء في إلهي واجبات كسار أن يذهب بنفسي نفسي سئل لمر مذهب الأخيار دك ونعسنا هالكي مرين الدين واتب مركة دك ونعسنا وإنه لمن المصطفين الأخيار دك وذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق يعقوب الأيدي والأبصار دك إلهي سيدك أشهد ودك ونمر ويسلك ونمر مسلك أولي النهى والأبصار ضدت إيه عقوش له يأرتدف الحق له ويتأهر إن أول أطبار شيء لما أشرت إليه وحي عن صوت المعنى ويهتم هنا در مركة واهتمام سيه بما نبهت عليه وحي عن كبلا رجينا إن مركة أهمية بوصيه وأسوأ طريق وضطا وطاصا قول له إسالي في ذلك كاوهاتي هو أرشدنا شيء كان هو همون بضان يسلكه الراعي من المسالك والدليك وامحة التأدب مركا خبرك وكاس مركا وأصل طريق من مبتدع وأرشدنا يسلكه مبتدئ كلا أيوه مركا قعد فيها التأدب وخبرك جل ذلك حسن على مركا مركا إنسان اسمه هذا وأسود طريق وضطا هو توصل له قفك وأهات في ذلك أرنك حدا مشيق هو أرشدنا مد كان أبو توصنان بنا يسلكه وراعي من المسالك والدين كلا راعاها التأدب إن أوقفك إساقع وكؤد بومه بما كي أصحى نار عن نبينا نبينا سيد الأولين ويهرين سيد كود والآخرين إيوه وأكرم السابقين واللاحقين إنت تكتي أنبياء محنك وضع بحي تكتي أدق أبو الخير ده إنت تكتي أبو الخير إنتي كدن بيسوء لن بكن وكرام بنا نبي محمد ويا صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين النبي صلى الله عليه وسلم إنت كلا أنبياء إلهي نبي الدين حيث دشغل عيها وقال قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى إلهي نبيين وناك إيو الله كعبسي ومحك إسوه كان بي هذا أمرك إليه وضرع يلا تأدو كوامه التأدو بكذا والتأدو مع فلان تأدب بكذا بمعنى ومحي وضع كبه قوي مورل ساقون مقدم أخلاقيات كان يتأدب بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأدب مع النبي النبي صلى الله عليه وسلم مركب مجبي سنور صلى الله عليه وسلم ووينينا يا وأتي السماء ركتي وحو قهر مريم مركب من التأدب التأدب مع الله إلهي إمارة شرائي سأي أقلوي التأدب مع الصالحين إن هذا الحن هذا تعب مع الوالدين تأدب شخصي مركو التأدب ما صحة إن قفك وكبا مو المركب عليه
هذا نهيب الإدم ماله ده كان كيسة مو المعنى التأدب دون كرق ما بعد كلمة الرادين وقت لما صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم معك أصح أنه قال إني والله إلهي في عون العبد أدونك كي يقر قالي ما كان العبد أنت أدونك هو في عون أخيه ولا أنت يقر قالك يؤهي لي أنت هتبعدوك أن إلهي بكرة قالي وعاديثة كنت أوحى تحسن ولا ما أقول بورينيس قف أدي دمت على وأنا أكل كلي وهذا كان كسر مالي الجين من بس كسر وين بقى إلهي دلتي وعاوني سا أن إلهي بقى عاوني وأنا دعاني سا إلهي بقى دعاني ولذلك هو حيابا إلهي فرج كان حاكم العون كاس وهو النبي هذا ما أنه قال إنه من دل على خير فله أجر أو مثل أجر فاعله قف خير تسياي قف كروح ليها قف كخير كفاي أجرك سكر لي قب صلاة بقت أنت وقف كذي من صلاة بيكون الأجر كذا ولا قب القرآن بقت أنت وقف كذي من القرآن غير ولا يعني صدق سيس أنت وبي لنا أجر كذا ولا أولاد الفكر صلي بح يعني بح سهل مرك معها هل كان مرك وحكي جل باب رسل وأنه قال إني من دعا إلى وفي مكة هذا كأوي إلى هنا هنون كان له من الأجر وحوى هذا أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا يضرب قال إيه سيقول ضفير وحوى لك نقصانين مثلا قبض حبرتي قبض حشيتي قبض خير حشيتي خير باتوس الشيء أجرك قفك وشقي سنة أو كار ليلة إستغنى تيسو اللي معنى دماها هذا الكوميشن هذا سيو هذا اللي كتوصي صلاة إذنها بقوله معنى دماغ كان نوحي شو كامل وليه لما يسترى أبو كارغان ده وأنه قال لعلي رضي الله عنه النبي قلت وقيل صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إن إلهي علي بن طالب وقيل إن إلهي وهنوني معرأتي صواب كارغان ديكو قف واحدة أيضا خير بنيها ما أردتي حوله أما وقيلة كوهد عساس عددك حيشين جرين أما يدنان جرين إنت أمركو أرأي أراح وصوحر مرسلين وعلى فرأيت وحاقين وقتي أن أجمع إنا أريو كل ميو مختصرا من دسوة قابي ومن الأحاديث الصحيحة أحاديث صحيحة مشتملا على ما يكون طريقا كمشتملا كاسو قرر صري أما قرر صري ده على ما شيء ياسو يكون هاني طريقا وضوء هاني لصاحبه قفه قعم الفرع إلى الأخيرة آخر كاسيني محصلا إسلاما كان أسوأ بعناية لآدابه آداب تسع الباطنة أي قرصان والظاهرة من ذا الوقت جامعا قرر صري للترغيب جعليسي والترهيب بغدين جليم وسائل أنواع آداب السالكين إضدك سالكين تآلاب تضرنو ومن حديث زهدي حديث الدين يلغطة المبورين يسئنا أروريو بعيو صنع ورياضات النفوس إيا نففياشة أما نفت إن لليليو إيا تهذيب الأخلاق إيا أخلاق ذا إيا أنشح إن لهفو إيا طهارات القلوب قلوب إلا طهرة إيا علاجها إن مك للدوايو إيه وصيانة الجوارح إيه حبناها إلا إلى اليوم إيه وإزالة عوجاجها قالوا إن مكة ما شاء الله لبرب إيه ولا زول يوم إيه وغير ذلك وحي لها المال من مقاصد العارفين كو إلهي كرتي وحي يقص ديانا نحن نحن يوصل عليه أو إيه موقتي إن أن أروري كتاب يرى أن قرمه هذا كتاب لم يتلع أنا أعلمنا ديني عباد 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 في النوس ريلو إلى المختصر كتاب يرى كتاب يرى الإمام الطاهر يحيي مركي وقرأ صدام كن وبيت وهم مركي على أركوي لدد همنتو دكتو إني دد همن لهين أنا سوق جاي المركي صدح كن وبيت ما كده يقول له تاريخ صدح كن وبيت أدوا صدح كن وبيت أنت ما كده ولا يعني دكتو هرساسي همدو ولا هاي أنا ما حن يعني وحلاقي مثلا جرب وقف وصل دربك وأقدر نسا ولا ما هو غيرين يعني دكتو همد بيلعين مقول لي روح يوصل علي إن أحاديث كتاب أحاديث صحيحة ورد وطب أو
أحاديثنا أنت أحاديث آخرنا جاسينيس كنت كتاب كان كتب طلب منك أو كتاب وطبت ما لها مادية كتبني إنجارها ما لها وسط جابات يعني جمل كتبت مفيد كتب قفت جاب مركب كوسي تأيتها حتى أنا دابيو أنا بعد سنة مركب سول الجوجر وكتاب أهمية دي اسمك هذا إذا ما كان آلات جوا أوضت في خير كده على سينية أو بقدين جرينية أو آلات تيزو دي كباري أو نفسك يتو سينية أو ليلينية أو عربيني أو وضلي سحلا مركب مرينية تاسع يسود على مركب شيخ مركب كلها حديث صحيحة نعم بتاعك ما شاء الله 99% حديث صحيح عباسيين إن المعنى لحين أن كبار الرجل دونه هم بعلمه وقبتين لكن انت كلم ما شاء الله والتزم فيه وحان آت اللازمية أي فيه في الكتاب ألا أذكر إنا نشين إلا حديثا بويانا حديث ياسو صحيح صحيح ومن الواضحات الحديث وعد عدها مضافا إلى الكتب الصحيحة أنا أتيني كتبتي صحيحة المشهورات إلى يقين وصدر الأباب من القرآن العزيز وحا أن أبابتنا أن عنوان غير بيان من القرآن العزيز حجلس حالك أعت بآيات أيان صدري أجيلي وممعنى أن يكون بالآمنية أبابت وحا يكون بالآمنية بآيات كريمات آيات القرآن الكريم كقوها مرنيات ووشع ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات وحقرها كان لا إيمان يا أوكر وحل وحي أبان شقل يضبط أبان يو إسلام كان أبان معنى قرصون إن لا شرحنا تنبيه لا صمينا برابع جنيه مثلا قرباء إنه مثلا حرف كاسرة دميع بحب ليه وفاء أو لبعض يعمله قاف معها وعين أو غين معها ومعجم مهملة معها ومهمل ومعجم ويه والمقصود وحلول إذا كذا وكذا معناها نقول كلمة عن سيره وكلمة أرق وشغل كده نقصون بكره معنيه ده نقصون بكره نتانا والمارين يبين ضب ضب وإن قرنجي أو سنجي بنين جبك اللي يمر شرح معناها كلمة دني إلى شرح وإذا قلت في آخر حديث حديث قلنا كيسة هل كان ودم بيسة دم بيت كيسة داني رعضه متفق عليه قال اسكوها فقه فمعناه حال رجيلا رواه البخاري ومسلم بن رجيلا هي معنى المؤمضي واسكوها فقه معناه يعني لقوا صح البخاري هي مسلم تلقتهم الأمة بالقبول صحبه لكن متفق عليه استلاحة كان رجيلا ها الرواه البخاري ومسلم وجدا بكوا مهم ونقول لك اسمي جزاهم الله خير من كتاب كان قرأنا أقرأنا يعني وغير رح يكون مدي كتاب كتاب كبيروني يا صدى نافع بين الوقف انه محا صحيحة محا ضعيفة محا منكرة محا ان اربي حين نظر حديث وقف انه برطو ولذلك وغريب من بدي اقلي با وحيري نعرف هذا الحديث حسن موالي حسن طبعا حسن محا هو مرعبا حديثي انا جارسي سنين درجة صحيحة وكليل حسن دلي هل كدلي شو اي تعانى ورقي حديث حسن كوريني لهم بماء رجع حديث صحيح ولنا يوقفه سينو انت مكلي لكن سيح حسن كيو وكد يقول حديث محسن حديث قروح بضم بير واصح معنا هان حديث يسوي قروح بنا لكن تاسلو لم يجد أنا حديث مرسل بلغبيني مرسل ولا صادر مرسل كوحل على حديث سعاب كم قيم وتابعي وقال رسول الله الأسنان في رسول كان صادر رسول كان سعاب المبدر سعاب لنا تابعين تابعين أنا إنه صادر باصو صادر بريد باصطر وكبير مرك الفاضة إن إذا أنا ماشي لكبار المدن إذا ضدك إلى ألفية السيوط هذا اللي هو أفرسي أو أحبان رب حسيني إلا مقدمة مصالحة وأرجو حرجاني إن تم هذا الكتاب كتاب كان عدود أما يستلمه أن يكون إنه النقض سائقا للمعتني به سائقا من أكحايا للمعتني به قفك دريانك السياي إلى الخيرات إن أكحايا خير رب حاجزا له إن أكعلي عن أنواع القبائح والمهلكات وحيارا حنحن إهلاك كينيو ولم نعيد منك إلى هذا حاجزا مع الله رزاب صامة يعني أكعلي قفك يعلو الكرسي أحجز مقعدا هذا كرسي من بعض ذكر اللي يعلني يقول مركا حاجزا إن أكعلي
عن أنواع القبائح وحيابا أفرحون وطن إيو الملكات وحيابا حلاي وأنا سائل أنه حمو يجي أخا روح انتفع بشيء هون مركع كانتفع صدي من كتابك أن يدعو لي أنه أن يسو الدعي أفكي هون يعني أنت رعاوة دقيستي وهون أحكمي لي لما حضرنا كفا إنه صامة اللي يسو الدعي أن يكرر ربي قد أمانة إن كنت هبدو قاد ودرسي أما أدى هور مرصة أمر كتابك لما أمد هبي مضب إمام النوي إن الله سبحانه وتعالى بدأ هو يجيس إيوالي والدي الله بدأ يدعي علي إيو مشائخي إذا كنت صار براي وشيوخ ضينا إيو وسائل أحبابنا إيو إنت جعلها رب إيو المسلمين أجمعين المسلمين تورن وعلى الله الكريم أي اعتمادي أني وعسك الشدينا على الله إلهي ودو الله الكريم عليه ديقسيها وإليه وإلى الله دو تفويضي أرمي كيب وبندقي شو أهل واستنادي وعسك الشدينا وحسبي الله إلهي بالغفل ونعم الوكيل من الله ترى صار ترى السيئة هو ناسد ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العزيز الحكيم أودي حالة طال مليهم إلهي سبحانه وتعالى توفير بسغالي وآخر كسانان بذان إنه ما كان واخد جيد هل كان حنا قد ماضي مقدمي والله الحمد وعلى باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية باب الإخلاص هذا باب الإخلاص برح تركي نيادة برح تركي هذا يعملك برح تركي سا إيو إحضار النية نيادة إلا صح حاضر في جميع الأقوى أعمال أعمال أعلن فلل أعلن إيو الأقوال أراهي أعلن البارزة تيدا موقت إيو الخفية مدى قرصان بقدار تيدو يعني عتبك كلمة عتبك لو فاهمين لو قادة لدي دونه وهي إخلاصها إمحانية ما كان عمك الإيمان يسين إما كان هذا الأعلاد أما مغول أما قصونا ومهيم إمباطنا ويب الله وأنا مهيم حديثي إن معلمان بنياتي لغو بالله هذا كل وحالة حالة كتاب كان هذا وبالله ميش يسي وقف في علمه وكبرنا قلت نية ذادة وعيدة عن مكة التخلية قبل التحلية انت هذا الملدقين والحال حافتاي وعلى الدفتاي من مصر ما يشد ما عيان وحنا ما يشد بورك على غيرك عيان قفل مركة محاد ما يشد أوتيمي وذات أقرنا إسنام هو أقرنا يهرت نيدي وين هكا الدين ويرى هو الحديث رسول صلى الله عليه وسلم يحكوين بضل مكة عمر إله من الدوار وككلام يرى ما يشد محربة إن إلهي سبحانه وتعالى وحنا كل عبودي لها كل الدير وما مفر وترسى معها صح الموقف كبرتو الدنيا ذو مهين مركو غير النية هذا إني حاضر نقطه أي أباب بها إسلام كان أي أباب رح ترات إلهي كذا أي أباب بها عمل كاو هم قط أم هقى صون هذا أراد هذا هم قط أم هقى صون هذا لا ولا حال وضع إلهي الله خالص له أي أباب بها قال تعالى سبحان ربنا قال شيخه إنه آيات هر مرن دونه كدنا مكاء الحجم دون كاس قال تعالى فيه وما أمروا لا نفر عليها على قصوى على ذلك الكتاب وحيا دمر مشكين وحيد لم يكن الذين إلا ليعبدوا الله إلى إله عبدان مويان مخلصين حال برحتل له لله الدين أي العبادة هنا فاء حال أي كإيران يديم أعضن شرك أعضن ويو إيران يان توحيد كإيدين تصحنا ويقيم الصلاة سنادا إن إيوغا ويؤتوا الزكاة زكاة نقوتا وذلك كاس عمك سلا لقب دين القيمة دين كتوصل معك حال هرب ريبك انت هذا متكن وزكاة أدن بحن إخلاص كي أكوه انت هذا علمي إيو هذا المسجد صراحة أدن إخلاص كي أكوه إخلاص كنا وعمك هو أدك فقفت مرة وقف يقولوا للك دمائت أنا ربك على الله حاني سأجيبي أسكمالك الآذية مربع الدنيا كسوق ليس مربع اسكندري كسوق ليا مربع وحسكري كسوق ليا مربع واسي مربع حاجة مرة نيدا إن الخصبة وهذا نيدا لما جوك تاعي ولله ما كوي حرام تاعي ولله درتي أصمم إن مركا وقف كل النماذج وقال تعالى لا يمكن لن ينال الله إلهي ما جاريه ولا ما جاري كلام أيه موت ومفعول كيو لكن إلهي ما تعظيم على إلهي سبحانه وتعالى
saga faacilkiye marka faacilka dambe ruuma wal adimaaha ilaahi subhanahu wa ta'ala marka la raba in la gaasi sooma lan yanaala allah ilaahi ma gaarayo luhumaha hadiya iyo ashkinka iyo waxa ay gowracayaan beyti ilaahi la tagay hilibkood ولا دماؤها ديجا قول أنا ما قاري ولكن ينال إلهي وحا قاري التقوى الله كعبس منك حقنا كهذا هذا ما قلت لنا وفي إلهي في سورة الحج والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم في آخر واذكروا اسم الله عليها صافة فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها أطعموا القانع والمعتر كذلك سخرنا لكم عندكم تشكروا لن ينال الله هذا قصه الله إن هدي لون بهاي بيت إلهي لجينيو إن أشكيل لجينيو in loo dhaw halka uu sameeyo arko xaliin waxa saad qabareysan diiga meesha ku daalay marka neefka saal loo gowro hilibka kala badan ee la qaydinay waxa uu ilaahay ma gaaray in ka cunay diiga ku daliqay diiga halka uu ku daalanayo ama si kale waa dhigsa hilibka inaga meesha ku cunay laakiin ilaahay ma gaaray attaqwa min dhab idan marka amalka soo la qabanayo ogow ilaahay attaqwa ha huna bunbi waxa qalbi ka soo baxa ayuu u kam hiisan yahay waxa qoon muqdo وحنا إمام دون إلهي موسى إيجي دون إلى معركتي أعماش معركتي إلى صوركم وحصلنا لفيرني إذا ما مهم مركب قفك إنه يدي سؤادية وهجاجي عمل إلهي كحرا ومبا إلهي جاري علي الإمام الشافعي علمي ما كان برنين وحنا برنا بيور هولا كار لكن فأبى العلم إلا أن يكون لله إلهي ومبا إلهي جاري ومحي علينا ده شهادة كم هل تايتل وين هل وياه وعالم كيه من هل قدها أنت سوى كتاب وكسر بحر ويرا حر أدينا ما سوى بشر شيء ما تكره لنا إتاع لكن إله إتاع ما أقبله إله أقبله يا مرؤون إله نيديس نيدا الكحر وعن مستع مر جمع هذا ما كي نود ما نسي الله يرحمه شيخ خيني شيخ عبد العزيز الشيخ هو شو يقضى عندي كرو رنتي تأثير كان يقولها مادة الحديث مصطلح دوحة تعديل مادي بقوله إلى هذا جامعة بعض ما ينسى صومها نقول له حد يكون جيب شهادة هل شقة هل 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 ميراد تايت القاضي ونقول حد يقول إن وحصل هذا يكون جنان لكن تاعي بيستحد أنا وحيني هل كهان جبينه أو حيث دي هنا مرها ده دني وكل رئيس كل إله يكتس حكومة يعني وحد عنده قصة في دهن بير حول نيو بقلبك إيمان دون تاب مركزو بمسو دليش الآيات دي هاي مكة وقية وصينا الإنسان بوالديه إحسان حملته أمه وأنا على وان كل آيات مكة وقية وأن أعملها آية المسؤولة وأن أعمل صالحا ترضى وأن أعمل أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر سيدنا مركو مصدر كساو دراسة مستقبل وي هذا بيرا أريد أن أخرج وحرائنا بعوني وبهم لكن حرائنا بعوني أريد أن أكل ولي مؤمن لكن حرائنا أريد أن أشرب ولي ما عبد الله كنا عمارة مركا إن عبارة ما مر مركو يرى وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي ويدي سنة عمل كنا قراك إيمان ذا مركا هذا دسكو أرتي نيدو ما قال هيش دي من هذه المروحة كان لكن ما لن أبا إيش حنا تعالى كين دون ده اللي دون طبعا نقطة لكن دي وحال غربة وضري إن ضرب إيش إنه صدي هرب الكل جستي إلهي مكتوب في ليه هاي أيضا هذا وحتى قل وحاتر هذا إن تخفوا ما في صدوركم لا بي إن روحكم في هذا القرسان أو تبدوه أراء موجسان يعني ما لو أجي أما أبوه غاصو لك أما كروا اللطيف والخبير إيه حكا وقف صوانه إيه نوح على النبارة يا مكة وحا الله يقال يدي على النبارة يا طبعا عاوة درسي دواء بلو إن يرنا وقتي أنا يقع تفصم لي إن شاء الله سبحانه وتعالى كتاب كالكا سبب النبوية هاي وانا بيحي دونا ما انتو اكلوا حال كلموها مالك ان شاء الله خلاص ما بعد المغرب جمعة خميس توحى بيحي دونا بعد المغرب كتاب في وإلى هنا رأيي واللون بحي هدي هدار لي دكتك على قدام بي والله سمعين كرا الله يرحم الشيخ بقول صوت سفر هذيب وكتاب من قدام بي ما نمجز بلد الفدي هبيتي وعلى سمعين كرا ما أردت شيخينا كلام الله تأخر سنة دور بلد الفدي بمكم مركو حيكو حرمت هاي سلاة جيال أتيهم وبارك الله فيكم